بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. دخلنا في فصل الغنائم من كتاب الجهاد والسير. قوله: ومن قاتل ومن لم يقاتل. من لم يقاتل يعني من خرج معهم لعمل آخر، فشارك في المعركة إما بحماية أو حراسة أو نقل الطعام أو نقل الجرحى، هذا يستحق سهما أيضا. وليس المقصود بمن لم يقاتل من بقي في بلاده، إنما المقصود المقاتل ومن لم يقاتل، أي ممن خرجوا في الغزوة، كلهم يستحقون سهما، لأنه شارك إما بالدفع أو بالحراسة أو بالإمداد وغير ذلك. مسألة: حكم تنفير الإمام لبعض الجيش. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ويجوز تنفير الإمام بعض الجيش. قال الشارح: أي بعضهم الذي له زيادة عمل، كأن يكون انفردت سرية، كأن تكون انفردت سرية بزيادة عمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفر بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، أي يزيدهم من ذلك. والتنفير بعد إخراج الخمس مما بقي وليس من الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفل إلا بعد الخمس، أي بعد أن يخرج الخمس من الغنيمة ينفل. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين: قد كان صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة. النفل سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله، أي الخمس واجب من المال كاملا قبل التنفيل. وهذا التنفير يكون لمن أبلى بشيء زائد على الناس، فيكون أمرا ظاهرا حتى لا يقع في نفوس القوم، فيكون أمرا ظاهرا يقر به الجميع أنهم زادوا شيئا ما زاده غيرهم، أو زاد على الإفراط ما زاده غيرهم، كأن تنفرد سرية بالتقدم ويبلون بلاء حسنا فينفرهم شيئا زائدا. وجاء في حديث سلمة بن الأكوع لما تابع القوم في غزوة ذي قرد، تابعهم وما زال يتابعهم ويرميهم بالأسهم حتى قتل منهم عددا وأحرز منهم غنائم كثيرة. قال: فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالته كان خير فرساننا اليوم، أو على التقديم، كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. قال: ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا. ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العظباء راجعين إلى المدينة، مع أنه كان راجلا ومع ذلك نفله بذلك. وهذا يكون لأمير الجيش للإمام، ولا يحابي أحدا، إنما على حسب ما أبلوا فله أن يخصهم. قال: مسألة: حكم سهم الصفي. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش. قوله: وللإمام الصفي، سهم الصفي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يوافق الشوكاني على ذلك، فإن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، يصطفي لنفسه. سهم الصفي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي يصطفيه لنفسه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصطفي لنفسه شيئا من الغنيمة،
وقد أباح الله عز وجل له ذلك. وفي حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا وفيه: فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر، فقلنا: كأنك من أهل البادية. فقال: أجل. قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك. فناولناها فقرأناها فإذا فيها: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير بن أقيش: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغانم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم الصفي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. فقلنا: من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمر بكتابته. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في السنن: كانت صفية من الصفي. أخرجه أبو داود، أي مما اختصه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه من الغنائم. وأما أمراء الجيوش الآخرون وصف الأمراء أمراء الجيوش غير النبي صلى الله عليه وسلم، لهم سهمهم الذي جعله الله لهم كأحاد الجيش. مسألة: من جهز غازيا هل له سهم من الغنائم؟ الجواب: لا، من جهز غازيا فقد غزا له الأجر، أما الغنائم ليس له منها شيء، فهي لمن حضر المعركة. مسألة: حكم الرضخ من الغنيمة لمن حضر ولم يقاتل من النساء والصبيان والعبيد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ويرضخ من الغنيمة لمن حضر. الرضخ هو إعطاء الشيء القليل من الغنائم من الغنيمة بحسب ما يرى الإمام لمن حضرها ولم يقاتل، يعني الذي ليس من أهل القتال كالنساء والصبيان. أما العبيد وإن قاتلوا يعطون رضخا فقط، وهذا الرضخ ليس من الخمس بل من أصل الغنيمة بعد إخراج الخمس. يخرج شيئا من الغنائم لمن حضر من النساء وعن في ذلك بشيء. أما السهم كما قال ابن عباس: فلم يقسم لهم بسهم، أي باعتبار النساء والصبيان. إنما يرضخ لهم بشيء، أي يعطون الشيء اليسير ليستفيدوا منه. وفي صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، نجدة من الخوارج، فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. كتب إليه نجدة: أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن، يداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن. الحديث قوله يحذين من الغنيمة أي عطاء يسير، رضخ ما يسمى بالرضخ. وأيضا إذا وجد عبيد يرضخ لهم كذلك شيء من المتاع، لحديث عمير مولى أبي اللحم قال: شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. قال أبو داود: معنى أنه لم يسهم له. وجاء ذكر العبيد في حديث عباس الذي سأله نجدة الحروري عن النساء واليتيم إذا حضر المعركة، قال:
وكتبت في العبيد هل كانوا يعطون من الغنائم شيئا، وإنهم كانوا يحذون الشيء من غير أن يضرب لهم بسهم. وقال في موضع آخر في النساء ويحذين من الغنيمة، وأما السام فلم يضرب لهن بسهم. قوله لمن حضر أي لمن شارك بشيء ممن ليس من أهل القتال أو من العبيد، لأن العبيد لا يملكون ما أعطوا فهو ملك لأسيادهم فيرضخون بشيء من المتاع. أما من كان أهلا للقتال وشارك في الحراسة أو في الإمداد أو في التجهيز فهو مشارك يعطى له سهم. مراد ليس من أهل القتال هو الذي يرضخ له، النساء والصبيان والعبيد. مسألة حكم الإيثار من الغنيمة للمؤلفة قلوبهم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا. قال الشارح أي أن المؤلفين لا بأس أن يزادوا تأليفا لهم، أي يزادوا من الغنائم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم حنين، زادهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على سبيل التأليف. إذا زيد بعض المؤلف من الغنائم شيئا تأليفا جاز، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم حنين. الذي يظهر أن الزيادة تكون من الخمس، من الخمس الذي لله ورسوله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.